تعالوا نروح كمان نتابع أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية، أكيد مع مراسلتنا العزيزة روزان نصر المتواجدة حاليا في مقر جريدة الشروق. صباح الخير عليكي يا روزان، وجاهزين بقى نسمع منك الأخبار والمستجدات، وخصوصا لو عندك خبر كمان متعلق بمسألة راموس ورفضه لتجديد تعاقده مع ريال مدريد. صباح الفل عليك، اتفضل. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير على نهواند طبعا، صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. قبل طبعا ما ادخل في الأخبار كلها، خلينا برضو كالعادة نقول للمشاهدين أهم المباريات. 4-6 يناير في دوري أبطال إفريقيا يلتقي الوداد الرياضي مع الملعب المالي في تمام الساعة 7 مساء. في الدوري الإسباني أتلتيكو بلباو مع برشلونة في تمام الساعة 10 مساء. في الدوري الإيطالي ميلان مع يوفنتوس في الساعة 10:15 مساء. من الإمارات اليوم عدد قياسي من إصابات كورونا في أسبوع واحد بالدوري الإنجليزي. أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تسجيل عدد قياسي من إصابات فيروس كورونا بواقع 40 إصابة في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الأندية خلال الأسبوع، مؤكدة على استمرار هذا الموسم كما مخطط له. ويشكل هذا العدد أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 18 إصابة الأسبوع الماضي، ويأتي تزامنا مع دخول بريطانيا إغلاقا تاما للبلاد للحد من انتشار كوفيد-19. من روسيا اليوم، منتخب شباب روسيا للهوكي يخرج من بطولة العالم. خرج منتخب روسيا من بطولة العالم للشباب للهوكي على الجليد بعد خسارة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام نظيره الفنلندي بنتيجة 1-4، وفقد بذلك المنتخب الميدالية البرونزية لصالح نظيره الفنلندي. وكان المنتخب الروسي خسر في نصف النهائي كندا 0-5، وتوج منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بلقب بطولة العالم للهوكي على الجليد للشباب بعد فوزه 2-0 على كندا في المباراة النهائية التي أقيمت صباح اليوم. خبر عالمي من موقع سكاي نيوز عربية، توتنهام يقترب من معانقة أو اللقب منذ 13 عام. بلغ توتنهام المباراة النهائية لكأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم ليصبح على بعد فوز واحد من الحصول على أول لقب منذ 13 عام بالفوز على برينتفورد من الدرجة الأولى بنتيجة 2-0 في النصف النهائي. وحقق توتنهام آخر لقبه عام 2008 لما توج بكأس الرابطة، وينتظر فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مواجهة صعبة في النهائي الذي سيخوضها للمرة التاسعة في تاريخه. فاز بأربعة وخسر مثلها، آخرها عام 2015 أمام تشيلسي، كونه هيواجه أحد قطبي مانشستر سيتي أو يونايتد اللذان يلتقيان يوم الأربعاء. وأخيرا خبر عالمي، يعني الخبر ده أنت سألت عنه يا كريم، من الإمارات اليوم. راموس يرفض التجديد لريال مدريد بالفعل. كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تطور مفاجئ وغير صار إطلاقا لمحبي وإدارة ريال مدريد والجهاز الفني للفريق، حيث يبدو أن قائد الفريق ساجيو راموس لا يرغب في الاستمرار، الأمر الذي اعتبرته الصحيفة انتكاسة بالنسبة للجميع في ريال مدريد. وقالت الصحيفة أن راموس بدأ بالفعل متحمس للاستماع إلى أي عرض من الفرق الكبرى بعد أن أصبح حر في التفاوض كمان، حيث هينتهي عقده بعد 6 أشهر فقط. دي كانت أبرز وأهم هنا الأخبار من موقع جريدة الشروق. شكرا طبعا ليكم، وعودة للاستوديو مرة تانية. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة روزان نصر مراسلة قناة النادي الأهلي.